الآن نفكر في ما يسمى المسالك السياحية من أجل تحريك السياحة الداخلية أولا ما دام رانا في ظروف الجائحة، وفي المستقبل السياحة الوافدة، يعني السياحة التي تأتي من الخارج وكذلك الجزائريين المقيمين في الخارج. الناس تكتشف أعماق المجتمعات وتكون أمور عندها بعد تاريخي عندها بعد تراثي. احنا في هذا الإطار أمس نظن كانت ندوة هنا من أجل أيضا حتى قضية الملكية الفكرية، نحافظوا على المنتوج يبقى منتوج جزائري محض.